أبدا الحديث يا حديث ربنا وبابك كتمت مسألة هذا سيئات وقه الله يعني إنها وين إذا الله قال إن سفر وحلا يجاهده عرف قال له عين لي رابع نصوم مرّي عرف يا دقن كمسلمين قال له عين وح سفر لا يجاهده إنه هوين أي أسفر الكريم أيضا أسن لسع عن النمان جين هي حديث وقه الله يا وفر ربنا علماء مرك آد بمسألة وقه الله ومسألة ربنا دمر كمسلمات كي ما أنت دوني تشكر آد وقول رفاتين سعودان كي التنقلات كي بطي إيه ماشي الله صبرنا خرج العقبة الله يسكر ربا قواد إنا يسرد ملكو حن مناتو وضل أي شوكتو أمام مقالة شوكتو محرم أنت كيري سنة مددير كوقات محرم كاردو تيجي يا العق يا سفر يا بكت من يلقى ربا الله غيابا ولي سبتا باجرا عديد المركة دور بسرانة تلمامينا انت انا كتاقين بابك مثل انت ابي يقول دنبايس وبعيدا ما خير وي حج كسفر سفر كحج كي عمرة هي سفر الهجرة ولا قصور ربا أحاديثا نهي كذا ولا قصور ربيا معايا العلماء حكوا إجماعين هواني مسلمة هذا دل قال كو إسلام تو قال بياهي ودم بيشوك تقال إليهين دين كإسلام كسوق شيء حرية دي أمن دينيتنا مهشو عليس يا خطر بين الله كولانتي ويهجرون كرتا بدون محرم باتفاق المسلمين. قبل ايضا ويهجرون كرتا تطبق الرد بيسكم مري كرتا الى اي كتاغيسو دال اسلام وي نفتي الدين كي اوغو امن نقطه وانا مساله اجماعيه. نهي احاديث نوالغا سو ريبيا قضية داس كصاب سن هجرة قبل مسلمة دا اي كسو يهجرون اذا بلد قالوا ويخطر قدر انتي اي اديزا بلد إسلام أمانيو دين أي كفي ليسو تو إسلفانا إلى تاي وحاسوها الرأي أو كلا أو لمدع هوين إذا خطر أيضا هجرونين ميشو شوكتي خطر وقع عبسطي نفت هذه مال كذي دين كذي إن خطر لو قليو محرم نووي ذي مركا وعرري كرتا نريبا نفت الله كانوا دين كذي نفت هذه مال كذي أي كنا بتقولي وهذه قارسية بمباس إلى وقت كنا بتقولي سوى يصفر كرتا بدون محرم مركا أيضا هذا محرم عشان وآخير حج كواجب ك عمرة واجب ذا أيضنا وحلو بدنيا إن لو شردين محرم أن لو شردين شافعي صاز كنت جين مالكية صاز كنت جين أو زعيب سيدا كنت جين واسيدا لو بدنيا حنابلة ذا هي حنفية ذا أتسكو قلبه وكذلك محرم كشرطي إيه انت وحايد دير نصوصا بنان كذا طالعت ايو معناها نصوص ايا حقوق القران صدا او وحا قاعده الاورنجري موحار لازم اتباع الالفاظ مسو وحا واجب مراعاه المعاني وحلا الى ما يشكو جره وذا دا وحي قران صدين حقوق ايش كمودين شافعي او بدن ابو بكر القفال الشاشي وكمدي هاي ابو الحسن الرياني وكمدي ابو المحاسن ابو المحاسن الرياني كمدي هاي جماعه من الشافعيه بل شافعي بل لقسو قوريا وحي ليهن شافعي اي انا قص حنبا ام ليني وحي ليهن احاديثا وحي قص والحديث على اصله هي امني ويقص ليست قضيته وحو النبي ودي دي هاي دمر واهلي بسل امن وحلقا واليتي قبر مسلمة وكل سفرتين وابايلة رواية دي ودوين كفردي هي إيه موريانتي عربيت إنما أنا لك عبسين بابطنا جاهلية دي بأولي دويت خطر بي كترتا واهلي بسل أحاديث السداسة الله قد نقمي هذي حالات أمني أو حن جرتو أو دمر كو خطر قليا يعني. هذه حالة أمن إسبدشو وقبلها مسلمات كسفر كود وأدب كلا كل ميني أو وضد النبطاي أو مجال الأسعاء النبطاي أو تيكتا النبطاي وح محرم الله ما شرديو لو ما نباهنو لا في عمرة ولا في حج ولا في سفر تجارة أي سعودة الكستا ويسفر كران والشرط السلامة والأمن شرط هو سلامة ينبت قلي أمان بشرطها هذه خطر جرتو أم حق أمنك إيه بايلها ضوضية ضيع عوضان حديثنا الغرغم على الفاضية هدي أمني جرنا مراعاة المعاني بان راعينا شافعي ذو رأي قبان بان إلى حق بان لماذا؟ لبد دليل
إلا إطلاقه وحال لازم اتباع الألفاظ نوا خطأ من حيث الأصول إن لا يداد وحال لازم مراعاة المعاني في جميع المسائل وخطأ معناها الدليل وحوجين أيه أيا وناكسين لتعقلية معناها يشافعيد الشيئين الدليل حوجين يساجر تمالك يبضن حد هيك محاكم إذا حديثك في صحيح البخاري باكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحادعي الدون توض أركي الدون تأدون كنتون نبض نوقضو إنا يقبر مسلمة حيرة كسو حجدو حيرة وعراق ضرف كذا كلي إنا حيرة كسو بحضو أيضا أسعت بيت كإلهي وكلي قيدة وانك بقينين وحان كان الرواء أي حين توقع بقيسو حكاية حال كان نبي قوش شيقي أصالة حكاية الحكم لقما قاتي وقوع بيت استاي لكن مركي في سياق المدح مدح والامتنان أي كتماد ودليل شرعية ودليل شرعية نبي قلنا قصدا وحوشي إن في سياق المدح والامتنان إن إسلامك فافي دونه ديمها كأت كان دونه الدونك النبضين دونه إلى قبلها مسلمات كل أي سفرة إذا النبي وحوشي أمن هذه اللي لو قبلها مسلمات كان سفر كران كل يقول ميادي فانتي شافعية مركب معها إن النصوص خلاف يعني معنى الدقيقة وإذا فهمي كريم بدو كورونا أنو بحينين باي قران صدي وحادير وكحوجينية في الصحيحين أمهات المؤمنين بحجيي في خلافة سيدنا عمر أيوه وحما حرم الله سعوني يقول الصقالة أما سيدي دي حجيي سيدنا عمر بانا فصحوا أرضي حجيي يري رقي مركو أديقها يوحى كم عبد الرحمن عوف باكمدها عثمان بن عفان باكمدها صحابة ورم باجوكتي وعمر كو خلافي مجرو عمر با إذمي صحابة ورم باكو راعي هو يمكن بحجي بدوني محرم لماذا؟ ها لوجود الأمن إنها قال هذا لوجود الأمن خلافة سيدنا معاوية يا يقو هذا سيدنا حجيين مغيرة بن شعبة ملو جوغي كبحين ايضا بقدر واحد جي صحابة هوشا وحكو خلاف مجرو مرده ان صحابة داسي كل وضوحي خلاف النصوص تن مايا فهم كالصحابة يفقهوذو يا قصة يا حالة النبي وكور رمي قبر حيرة كسو حجنيسي بيت كلاه يتقيسي يا حديث كواك لدوين حديث وحي كهالين أحاديث النهي وحي خاصة قطعي في حالة الخوف لحرمات المسلمات مرك الله بقيه عرض جاي حرمات كمسلمات هذا هو شو آمن تاي أن عبس بدن جري إلا نادرا وحاشقين يفق الصحابة هي قبل كسو حجنا يزي حيرة ولذلك الشافعي وحيد وإما الشافعي أمك حتى كعدي قبل المسلمات دوي حجي كرتا وعمر يسن كرتا بدون محرم المحرم الآن هذا لا صعوته جماعة مسلمة أو فربضان ركبضان وآمنوا أخياره أما دمر فربضان بكو سعودا أما دمر فربضان بأيكو سعودا وذات مالك وحيد ونمي وخلب كفا أنتيني صفر كاللقاها الله وصفر كالله الروحي صدح الروح جماعة بضان وبقول إيا الكنتون إيا سديتن إيا أفرتن روح دي الله يهي وبلد قوره يبوري صفر بماء قبلون ويحجيه كرام وين سعون كرام بور أجنسياشي رحلات تدواتن سديتن بقول روح بصفريس حالوس جوتشي ذا قبلها مسلمات كما انت الدنيا كنول بدون محرم بين سفري كرام على اصولنا الشافعيه لوجوده الامن غالبا ولا كذي نين كذي يا ولا يا ابتيت بابور كو قاد اي ايربوت كو كسار اي ديارات قو ديارات لو كفسن اي غبد ايربوت كلا لغا دجن هوتيل بي دغن نبات سو نقطي عليس كه لغا دايو قبلها مسلمات احاديثنا لو فهمي فاهمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.